هذا تطبيق في إعداد الميزانية المالية، تطبيق موسع في عمليات، ما في مفاهيم إضافية بقدر ما في عمليات حسابية إضافية مهمة. عم بيقول فيما يلي: الميزانية العمومية لشركة الشمال الموقوفة في 31/12، موقوفة في 31/12 نون. في هون في أصول الميزانية نبلش بمصاريف زيادة رأس المال، ونحن كنا قلنا أن مصاريف زيادة رأس المال هي شأن مصاريف التأسيس، هي أصول وهمية دائما، أصول وهمية دائما. وقلنا أنه هي بنت مصاريف التأسيس، وبالتالي هي شأن إما من حيث النوع، كلاهما أصول وهمية. وقلنا مصاريف التطوير ليست أصول وهمية بالمطلق إلا بحالة معينة بخصوصها، لما يتبين أن المشروع عم لسه بدري عليه أوي إنه يصير يقدر ينباع أو يكون شيء له قيمة، نعملها كأصول وهمية. بس لما تكون مشروع جاهز وعلى وشك ياخد براءة اختراع، يعني نعتبرها أصول حقيقية. براءة الاختراع طبعا أصول حقيقية. أول ثلاثة مثل ما اتفقنا فيما سبق إن هي أصول ثابتة غير مادية، آليات نقل وأثاث هي أصول ثابتة مادية، إقراض وسندات مجمدة هي أصول ثابتة مالية، والباقي أصول متداولة. الآن عندي تحت رأس المال شيء اسمه علامات الإصدار. علامات الإصدار ما سبق ومرقت معنا بالأمثلة اللي اشتغلناها قبل. علامات الإصدار هي لما تباع الأسهم بسعر يزيد عن قيمتها الإسمية، فهذا المبلغ الزائد عن القيمة الإسمية اسمه علامات الإصدار. يعني مثلا نحن لما عملنا زيادة برأس المال، مش عم بيقول مصاريف زيادة رأس المال، يعني إن زادوا رأس المال أصدروا عدد من الأسهم. هالعدد من الأسهم خلينا نقول إنه السهم اللي قيمته لنقول عم ينباع ب 100 دولار، عفوا قيمته الإسمية 100 دولار، عم يبيعوه ب 105 دولار بسعر إصدار أعلى من قيمته الإسمية. يعني بسعر بينباع فيه للناس اللي جاي تشتري بأعلى من قيمته الإسمية. هذا الفرق بين سعر الإصدار والقيمة الإسمية للسهم، هذا اسمه علاوة الإصدار. فمجموع هذه العلاوات بيظهر بالميزانية باسم علاوات الإصدار. علاوات الإصدار مثل رأس المال، لأنه هي تابعة لرأس المال، لأنه هي شيء بيدفعوه المساهمين لما يشتروا الأسهم، بس بيدفعوه زيادة عن القيمة الإسمية. اللي بيدفعوه القيمة الإسمية بتفوت على رأس المال، واللي بيدفعوه زيادة عن القيمة الإسمية بيفوت على علاوات الإصدار، واتنيناتهم مسامير خاصة. والباقي بنعرفه احتياطيات ونتيجة دورة، كل هذا مارق معنا فيما سبق. عم بيقولوا: لإعداد الميزانية المالية للشركة حصل المحلل المالي على المعلومات التالية: الحذف، لا يوجد في الميزانية ما يستدعي الحذف سوى الأصول الوهمية بحكم طبيعتها. مين هي الأصول الوهمية بحكم طبيعتها؟ يعني مصاريف زيادة رأس المال بنت مصاريف التأسيس اللي قاعدة بأعلى الميزانية، والأعباء المقرر توزيعها على عدة دورات مالية القاعدة بأسفل الميزانية. قال لي: أما مصاريف التطوير هاي فتمثل مشاريع جاهزة على وشك الحصول على براءة الاختراع، وبالتالي مش رح نعتبرها وهمية. هلا بحالات معينة ممكن تعتبر وهمية إذا كانت تمثل مشاريع بعد في طور الولادة، بعد ما صارت مشاريع لها قيمة
فيها تنباع، وفيها إنه على وشك الحصول على البراءة بعد بكير كتير. فلا، ساعتها ممكن نعتبرها وهمية. أما بهيك حالة مثل هاي، لا مش وهمية أبدا. أوكي، إعادة التقدير. حنعمل هلأ نحن، هو شو بده مني؟ بده مثل العادة إعداد الجدولين الممهدين للميزانية المالية. هون هنعمل الجدول المعتاد اللي فيه الموجودات، القيمة الصافية، الأصول الثابتة أو القيم الثابتة، مش مشكلة، القيم التشغيل، القيم القابلة للتحقق، القيم الجاهزة، وفروق التقدير. بدأنا بمصاريف زيادة رأس المال، جبنا قيمتها الصافية اللي ظاهرة هون في الميزانية، 1,200,000، وقلنا إنه هذه القيمة الصافية بالكامل أصول وهمية، فحطينا هون ناقص 1,200,000. مصاريف التطوير جبنا قيمتها الصافية اللي هي 4,000,000، وحطيناها بعمود القيمة، وحطيناها أصول ثابتة، ومجا بصيغة إعادة التقدير. براءات الاختراع هي بالظاهرة بالميزانية المحاسبية بقيمة صافية 8,000,000. أو شو قالوا؟ قال تمثل قيمة براءة الاختراع الظاهرة في الميزانية 80% من القيمة العادلة. أنا اللي بدي أحطه بالميزانية هو القيمة العادلة في الميزانية المالية. هذه القيمة اللي هي 8,000,000 هي 80% من القيمة العادلة. فإجي أنا أوقف هون وأقول أن القيمة الصافية لبراءات الاختراع يساوي 80% من القيمة العادلة. هو هيك قال لي، يعني 8,000,000 يساوي 0,8 من القيمة العادلة. يعني القيمة العادلة يساوي 8,000,000 ناقص 0,8، يعني القيمة العادلة يساوي 10,000,000. هذه القيمة تعد بالميزانية المالية. فجينا وقفنا هون، حطينا بالأصول الثابتة 10,000,000، وقفنا على فروق التقدير، قلنا 10,000,000 ناقص 8,000,000 يساوي 2,000,000. آليات النقل، عم بيقول لي آليات النقل في إعادة التقدير. هو جاب سيرتها، تقدر القيمة العادلة لآلية النقل بما يعادل 120% من القيمة الدفترية الصافية. اللي بكل بساطة، هذه القيمة اللي شايفها هون، القيمة الدفترية الصافية هاي 12,000,000، القيمة العادلة 120% منها. يعني بس انت مسوكها 12,000,000 وضربهم 1,2، تطلع معك القيمة اللي انت بدك اياها. جينا نحن هون قلنا آليات النقل، القيمة العادلة يساوي 120% من القيمة الدفترية الصافية. يعني القيمة العادلة يساوي 12,000,000 ضرب 1,2 يساوي 14,400,000. فجينا هون حطينا بعمود الأصول الثابتة 14,000,000. البعض بيجي بيقول لي ما أنت كنت عم تقول القيم الثابتة، مش مشكلة، قيم ثابتة وأصول ثابتة مش مشكلة. 14,400,000 وهون 12، الفرق 14,400,000 ناقص 12,000,000 يساوي 2,400,000. هاي بالنسبة ل آليات النقل. الأثاث والأدوات المكتبية موجودة هون، جبت لها قيمة الصافي اللي هي 8، وشفت شو مخبرني عنها هون. قال لي تقدر القيمة العادلة للأثاث والأدوات المكتبية بزيادة 25%، بزيادة، مش بنسبة 25%، بزيادة 25% من القيمة الدفترية الصافية. يعني القيمة العادلة يساوي 125% من القيمة الدفترية الصافية.
لما يكون بزيادة 25%، يعني هي بتمثل 125%. فحاجي أوقف هون وقول إنه القيمة العادلة للأثاث والأثاث المعتمدة يساوي 125% من القيمة الداخلية الصافية. القيمة العادلة للأثاث والأثاث المعتمدة يساوي 1.25 من 8 مليون، اللي هي القيمة الداخلية الصافية، يساوي 10 مليون. جيت هون حطيت 8 مليون، وحطيت هون 10 مليون، وجيت هون على عمود الفرق حطيت الفرق. طبعا هون كان الفرق 10 ناقص 8 من 2 مليون، وهون الفرق كان 14 مليون و400 ألف ناقص 12 مليون، 1,400,000. وهون كان الفرق 10 مليون ناقص 8 2 مليون. البراءات لحد هلا في عندي 4 مرات عملت فروق تقدير. دايما الأصول الوهمية فروق تقدير بكل قيمتها بس ناقص، والأصول الأخرى فروق التقدير بالفرق بين القيمة اللي أنا حطيتها بالميزانية المالية والقيمة الدفترية الصافية. القروض الطويلة الأجل، الإقراض الطويل الأجل، الإقراض الطويل الأجل بدي ما حاطلع أنا هون شو حاكيني ضمن إعادة التقدير. بدي أنزل أشوف شو حاكيني ضمن إعادة التصنيف. قال لي الإقراض الطويل الأجل يحتوي على 4 مليون يستحق بعد 5 أشهر. فجيت حطيت هون الإقراض 14 مليون، اللي هي وين من وين جبت هاي 14 مليون؟ من الميزانية. هي 14 مليون، 14 مليون القيمة الدفترية الصافية. يعني ما حدا فرق الصافي عن غير الصافي مبدئيا. فجيت حطيت هال4 مليون اللي بتستحق خلال سنة بالقيم القابلة للتحقق، والباقي حطيته بالأصول الثابتة، وبقي عمود فروق التقدير فاضي لأنه هذه مش إعادة تقدير. أما السندات المجمدة، القيمة الظاهرة بالميزانية 4,500,000، اللي هي هاي 4,500,000. بدي اشوف اذا جاي بسيرتها بإعادة التقدير. هلا بإعادة التصنيف يندر انه يجي بسيرتها، بس بإعادة التقدير ممكن يكون جاي بسيرتها. قال تمثل السندات المجمدة 45,000 سهم من اصدار شركة البقاع مشترك بسعر 100. 45,000 ضرب 100 بده يكون 4,500,000، وهي ظاهرة بالميزانية بهذه القيمة اللي هي 4,500,000. بس أنا مش هاي القيمة اللي بدي إياها بالميزانية المالية. أنا بدي بالميزانية المالية قد إيه هي اليوم، قد إيه بتسوى اليوم. عم بيقول ويبلغ السعر السوقي للسهم 120 درهم. كان السعر السوقي 120، فبدي أحط أنا 45,000 ضرب 120، هيك عملنا هون. حطينا القيمة السوقية 25,000 ضرب 120، طلعت 5,400,000. فجيت وقفت هون، حطيت بالأصول الثابتة 5,400,000، وجيت وقفت هون على الفروق التقدير، قلت 5,400,000 ناقص 4,500,000 يساوي 900,000. هذا بالنسبة للسندات المجمدة. خلصنا الأصول الثابتة، بلشنا بأول الأصول المتداولة اللي هو مخزون البضاعة. هلا مخزون البضاعة طالما إنه في قاعد بعمودين، هلا هذا شفناه من الحل، هو انا يفترض مش شوفه من الحل، يفترض شوفه من السؤال. بس طالما انه نحن واقفين هون، وطالما في مبلغ هون، يعني في بنفس الوقت اعادة تصنيف واعادة تقدير. خلينا نشوف شو قايل. نحن
لا يفترض نكون شايفين الحال إن إحنا نطلع بالسؤال، الحال إن إحنا نعمل. مخزون البضاعة يحتوي مخزون البضاعة على مجموعتين: بضاعة ألف 10,000 وحدة مشترك بسعر 1,000 دعم للوحدة، السعر السوقي 800. بضاعة باء 7,000 وحدة مشترك بسعر 2,000 دعم للوحدة، السعر السوقي 3,000. أنا بيهمني أكيد، بيهمني الميزانية المالية، السعر السوقي، بس بدي أشوف إذا بيعات التصنيف جايب سيرتها. هاي البيعات التصنيف تحتفظ الشركة بمخزون أمام من البضائع كما يلي: بضاعة آ اللي بضاعة ألف يعني 5,000 وحدة، بضاعة ب 2,500 وحدة. طيب وعلى 10,000 في 5,000 وحدة أمان، يعني 5,000 وحدة بدي أعتبرهم أصول ثابتة، و7,500 فيهم 2,500 مخزون أمان، فهو بدي 2,500 بدي أعتبرهم أصول ثابتة، فحاجي وافقهم. وبس بدي أدير بالي على إنه السعر السوقي اللي ذاكره هون البضاعة 1,800 والبضاعة 3,000. هاجي هون قول مخزون البضاعة هدول 10,000، 10,000 السعر السوقي للحبة 800، يعني هن كلهم بثمانية مليون. في منهم ال10,000 5,000 وحدة مخزون أمان، هو اللي بيعدوا بالقيمة الثابتة 5,000 ضرب 800 4 مليون، والباقي اللي هو 10,000 ناقص 5,000 يساوي 5,000 ضرب السعر السوقي اللي هو 800 بيطلعوا 4 مليون. يعني هال 8 مليون اللي هن البضاعة ألف بسعر السوقي، 4 مليون منهم قيم ثابتة و4 مليون قيم تشغيل. البضاعة باء، البضاعة باء أي 7,500 وحدة بسعر سوقي 3,000، وبالتالي قيمتهم الإجمالية 22,500,000. قال لي بهال7,500 وحدة في منهم 2,500 أمان، فتحت القيم الثابتة حقول 2,500 ضرب 3,000 7,500,000، والباقي اللي هو 7,500 وحدة ناقص 2,500 وحدة يساوي 5,000 وحدة، هو قيم تشغيل مضروبين بالسعر السوقي اللي هو 3,000 بيطلع 15 مليون. بيطلع من هالبضاعة 11 مليون و500 ألف حيعدوا مع القيم الثابتة أو مع الأصول الثابتة، و19 مليون حيعدوا مع قيم التشغيل. هيك عملنا هون، حطينا 11 مليون و500 ألف مع القيم الثابتة، و19 مليون حطيتهم مع قيم التشغيل. هيك هو هون 11 و19 اللي هو المجموع هون 4 و7، طبعا في 500 وهون 4 و15. طيب أما فروق التقدير، أما فروق التقدير فهي الفرق بين مجموع الاثنين، يعني تسعتاشر مليون وحداشر مليون وخمسمية، يعني 30,500,000 شيك. مش هو هيك هون 30,500,000 ناقص القيمة اللي ظاهرة بالميزانية اللي هي 23 مليون، بيكونوا 7,500,000 البضاعة زائد، يعني
بلس 7,500,000 بالنسبة للمكتوب البضاعة. الزبائن، احنا بالعادي بالزبائن ما بنطلع بإعادة التقدير، بنطلع إذا بإعادة التصنيف إذا جايب سيرتها. قال الزبائن يحتوي حساب الزبائن على دين بمبلغ 1,700,000 يستحق بعد 16 شهر. 1,700,000 بعد 16 شهر، فوقفنا لحد الزبائن 12 مليون. هو هيك ظهر بالميزانية 12 مليون الزبائن. خلينا نشوف، عشر مليون حطينا منهم، مليون وسبعمية ألف الأصول الثابتة، والباقي اللي هو 12 مليون ناقص مليون وسبعمية ألف، 10,300,000 بالقيم القابلة للتحقق. هلأ بالزبائن المشكوك بتحصيل ديونهم اللي هن قيمتهم الصافي حسب الميزانية اللي هون 3,500,000. شو قلنا؟ بيعات التصنيف قال يحتوي حساب الزبائن المشكوك بتحصيل ديونهم على دين بمبلغ 2 مليون كونت له مؤونة بنسبة 50% ولا ينتظر تحصيله قبل 14 شهر. يعني هو قيمته لهذا الدين 2 مليون، بس لما تكون مكون له مؤونة بنسبة 50%، يعني هو قيمته الصافي 2 مليون ناقص مليون يساوي مليون، فأنا اللي هحطهم بالقيم الثابتة مليون مش 2 مليون، أنا هحط قيمته الصافي. لأنه هذا الدين 2 مليون من عمل له مؤونة 50%. فالقيمة الصافية لهذا الدين 2 مليون ناقص المؤونة اللي هي مليون يساوي المليون الثاني. هذا اللي عملناه نحن لما جينا نعمل الجدول، وقفنا حد الزبائن المشكوك بتحصيل ديونهم 3,500,000 اللي هي من وين عندي جبتها 3,500,000؟ هاي القيمة الدفترية الصافية اللي هون، شلت منها حطيت منها بالقيم الثابتة بتاع ال 14 شهر، حطيته هون مليون، والباقي اللي هو 1,500,000 حطيته بمكانه الطبيعي اللي هو القيم القابلة للتحقق. هلا أوراق القبض، أوراق القبض 5 مليون، خلينا نشوف إذا هي هيك بالميزانية، نشوف إذا احنا حالين صح. 50 مليون، منيح. شو قال عن أوراق القبض؟ بإعادة، مش بإعادة التقدير، بيكون هاي عندنا بيكون هاي عندنا بإعادة التصنيف. قال تحتوي أوراق القبض على كمبيالات بمبلغ 2,525,000 قابلة للخصم في البنك. دايما الكمبيالات القابلة للخصم في البنك هذه بتقعد مع القيم الجاهزة. خلينا نشوف إذا هيك صاير. حاطت بالقيم الجاهزة 1,225,000. طيب شو قايل كمان؟ قايل وكمبيالات بمبلغ 1,500,000 تستحق خلال العام الذي يلي القادم، مش الجاي اللي بعده. يعني هالمليون وخمسمائة ألف يفترض تكون قاعدة بعمود القيم الثابتة. أهو 1,500,000. هلا الباقي بده يقعد بالمكان الطبيعي اللي هو القيم القابلة للتحقق. فجيت وقفت هون قلت 5 مليون ناقص 1,225,000 ناقص 1,500,000، وحطيتهم هون 1,275,000 الباقي اللي هو اللي يساوي بالقيم القابلة للتحقق. مثل ما قلنا مرارا انه المخزون مكانه الطبيعي بقيم التشغيل اذا ما كان جايب سيرتون،
الذمم بما يشمل الزبائن والزبائن المشكوك بتحصيل دونهم وأوراق القبض مكانه الطبيعي بالقيمة القابلة للتحقق. فإذا ما جايب سنة البيع ده كله بكامل القيمة بالقيمة القابلة للتحقق، طبعا بكامل القيمة الصافية. هذا بالنسبة لأوراق القبض. لا، بالنسبة لسندات التوظيف، سندات التوظيف ربما يكون جايب سيرتها بمحلين، بإعادة التقدير وبإعادة التصنيف. خلينا نشوف شو قال. بإعادة التقدير قال تمثل سندات التوظيف ثلاث مجموعات من الأسهم. أسهم ألفا هني 500 سهم، شارين السهم ب 1200، صاروا بالسوق 1250. أسهم بيتا 1500 سهم، شارين الواحد ب 1490، صاروا بالسوق 2000. أسهم جاما 1250 سهم، شارين السهم ب 1992، وصاروا بالسوق 2220. أنا بدي أحطهم بسعرهم السوقي، يعني هون بدي أقول 500 ضرب 1250، وهون بدي أقول 1500 ضرب 2000، وهون بدي أقول 1250 ضرب 2220. هذا الميزانية المالية بدي أعمل. بس قبل ما أحطهم كلهم بالقيم القابلة للتحقق، خلينا نشوف إذا في منهم ألفا أو بيتا أو جاما تعتبر مسعرة ذات قيمة، ذات سوق بيعية حاضرة. قال إن أسهم شركة جاما تالتي، يعني هاي إن أسهم شركة جاما مسعرة في البورصة ولها سوق بيعية حاضرة. أنا عم بيقول لي أول اتنين هون أعتبرهم قيم قابلة للتحقق، بس التالتي لا، بدي أعزبك أعتبرها جاهزة. فجينا هون قلنا ألفا هني 500، السعر السوقي 1250، بيطلعوا 625 ألف. بيتا هني 1500، السعر السوقي 2000، بيطلعوا 30 مليون. يعني بده يقعد بالقيمة القابلة للتحقق مجموع اللي هو 30 مليون و625 ألف. أما جمع فهي 1250 سهم، والسعر السوقي 2220، فبيطلعوا 2,775,000. يعني حيقعد بالقيم القابلة للتحقق 3,625,000 اللي هي هاي، وحيقعد بالقيم الجاهزة الباقي اللي هو 2,775,000. حطيناهم، وجينا بعمود الفروق. قلنا 3,625,000 زائد 1,775,000 ناقص 6 مليون يساوي 400,000. هال 400,000 حطيتها بفروق التقدير، ولاحظوا انه هو هون لما جمعهم طلع مجموع هاي مع هاي، طلع مجموع 6,400,000، وهي اساسا القيمة الدفترية الصافية لسندات التوظيف. مش هاي 6 مليون، ففرق 400,000. البنك أكيد مكانه الطبيعي بالأموال الجاهزة من عمود القيم الجاهزة. الصندوق كذلك مكانه الطبيعي بعمود القيم الجاهزة، وما في مجال أبدا يقعد بمكان تاني. هلا الآباء المقرر توزيعها على عدد دورات مالية اللي هي 9 مليون، هذه أصول وهمية، فحط ناقص هون عمود الفروق التقدير. أما الأعباء المحتسبة مسبقا، خلينا نشوف شو قال عنا. بإعادة التقدير قال تحتوي على مخزون لوازم 1000، فيفترض مليون، يعني يفترض يكون في بقيمة التشغيل مليون، في بقيمة التشغيل مليون عظيم. عم بيقول لأن كل شيء اسمه مخزون لوازم، مخزون أوراق، مخزون مش عارف إيه، هذول يعتبر الميزانية المالية قيم التشغيل. عم بيقول كمان وأعباء مدفوعة مقدمة بمبلغ
عن العام مالي بمبلغ 400,000، عن العام القادم بمبلغ 1,500,000، يعني هاي بمبلغ بدها تقعد قبل 1,300,000. فحنقول بال1,300,000 حنحط هذه بالقيم القابلة للتحقق. فجينا هون وقفنا حطينا 1,300,000 بالقيم القابلة للتحقق، لأنه هذه مدفوعة مقدما على القائم القادم. بعد في 500,000 عم بيقول، وأعباء مدفوعة عن العام الذي يلي القادم 500,000، هولي حطينا لهم بالقيم الثابتة. هيدا بيكون مجموع، هذا مجموع العمود 70 مليون، اللي هو مجموع القيم الثابتة أو الأصول الثابتة. هون مجموعة 20 مليون، اللي هو مجموع قيم التشغيل. وهون مجموعة 23 مليون، اللي هو مجموع القيم القابلة للتحقق. هون مجموعة 22 مليون، اللي هو مجموع القيم الجاهزة. وهون فروق التقدير. سبعين زائد 20 زائد 23 زائد 22 ناقص 5 يفترض يكون 130. 27 90 و23 113، و22 135، ففارق 5 ناقص 5 بيطلعوا 130، لأنه هيدا أنا بدي أتأكد مثل ما اتفقنا، هيدا بلوس إذا كان هو موا إذا كان هو بلوس. فهي 70 زائد 20 زائد 23 زائد 22 ناقص 5، هيدا بالنسبة للجدول الأول بتاع الأصول.